أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي توفير الدعم الكامل لكل شركاء الاستثمار، وكذلك الاهتمام بتذليل التحديات والعمل على خلق فرص استثمارية جديدة جاذبة للبحث والاستكشاف. جاء ذلك خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة كابريكورن للطاقة، حيث بحثا موقف أعمال الشركة الحالية والمستقبلية وسبل التعاون لزيادة الإنتاج من البترول والغاز من مناطق عملها بالصحراء الغربية.